وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الكاتب والمحلل السياسي السيد فهد صقر. أهلا ومرحبا بك أستاذ فهد. بداية، اختتم مؤتمر ميونخ للأمن أعماله اليوم، ما الذي تقدمه هكذا مؤتمرات للمنطقة ومشاكلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي على الاستضافة. حياك الله. أنا على الهواء صح؟ نعم تفضل. نعم، يعني هو بصراحة أنا يعني مستغرب، هو هذا مؤتمر ميونخ للأمن ولا هذه دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ في كوريا؟ يعني احنا بنشوف المشاركين في المؤتمر ما شاء الله، يعني ايران وامريكا والعراق ومصر، يعني الاخوه الاعداء، يعني زي عائله بين بعض، يعني الجماعه قاعدين بالعاب اولمبيه. يعني المؤتمر عم بحاول يضع اجندات ويرسم اجندات يعني غير بريئه بصراحه، ويقولب بموضوع مكافحه الارهاب، يضعه في قالب معين يخدم اجندات سياسية بعيدة كل البعد عن جوهر وطبيعة الصراع في مكافحة الإرهاب. يعني يبدو أنه المؤتمر يعني يتبنى تعريف هو ليس تعريف بل مفهوم خاطئ للإرهاب، يخدم أجندات وسياسات معينة. يبدو أن أوروبا والغرب يعني يسعون إلى تأطير وقولبة مفهوم الإرهاب بشكل يخدم مصالحهم ويخدم توجهاتهم وسياساتهم وأجنداتهم. بذكر كلمة يعني الإرهاب، يعني هذه الكلمة اليوم أصبحت مبتذلة، خصوصا بعدما أصبحت كل الفعاليات واللقاءات الدولية والمؤتمرات تقوم حول هذه الكلمة بالذات. إلى أي مدى ترون جدية الدول الكبرى في القضاء على الإرهاب فعلا؟ يعني الموضوع مسيس جدا أخي الكريم، مسيس الموضوع. يعني أنت إذا بدك تحارب الإرهاب، أول شيء أعطيني تعريف للإرهاب. شو تعريفك للإرهاب؟ يعني انت قاعد في ناس بتعتبرهم ارهابيين، في ناس تعتبرهم مش ارهابيين، على هو يعني على كيفك. يعني ناس يعني ما في تعريف معين للارهاب، وهم يرفضوا ايضا انه يعطوا تعريف للارهاب. اذا بدك تواجه مشكله، على الاقل عرفها، خلينا نتعرف عليها شو هي المشكله هاي، وايش اللي بندرج تحت بند ارهاب، ايش اللي بندرج تحت بند مقاومه مشروعة حسب الشرائع الدوليه. يعني ايش هو الارهاب؟ ايش انت بتصنف الارهاب؟ يعني يبدو ان المؤتمر يعني يركز على الجانب الامني العسكري البحث في موضوع مكافحه الارهاب، ويتغاضى او ينسى الموضوع الاهم، وهو الموضوع السياسي الفكري. يعني انت بدك تحارب الارهاب، بدك تحارب الارهاب مش بس بالعضلات وبالعسكره وبالامن، بدك تحارب الارهاب في ادوات سياسيه فكريه. يعني مش بس الارهاب انت بتحاربه بالطريقه هاي. يعني طيب، يرى البعض ان المؤتمر تحول عن هدفه الرئيسي الى حاله من الشد والجذب بين امريكا وايران، كيف ترون الموقف الامريكي تجاه ايران في الفتره الاخيره؟ يا سيدي، هذا المؤتمر ايضا، انا ليش قلت لك في بدايه النقاش، قلت لك انه بشبه الموضوع في الالعاب الاولمبيه في بيونغ شانغ، لانه الجماعه الظاهر انه يعني عائليه، الامور عائليه عندهم، يعني هم مجتمعين. يعني هو يندرج تحت التصعيد الاعلامي الموسمي اللي بنشوفه كل فتره وفتره، يعني تصعيد اعلامي، شوشره اعلاميه، طبعا كلها ضحك على اللحى وكلها يعني كذب في كذب. هو الحقيقه يعني هو ما في خلاف بينهم، هم متفقين، ايران وامريكا متفقين على كثير من الملفات في المنطقه وكذا، وهم بس يعني بشوشروا على بعض وبيعملوا يعني تصعيد اعلامي زي ما بيقولوها، يذكرونه في كل عام مره لذر الرماد في العيون وخداع الناس. هنالك ما يرجح حدوث مواجهة ولو بالوكالة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران، هل ترجحون هذا السيناريو؟ لا أرجح هذا السيناريو أبدا يا أخي العزيز. إيران وأمريكا متفقين ومتعاونين، وينسقون جهودهم في العراق، وينسقون جهودهم في سوريا، هم متفقين ومنسجمين تماما. يعني امريكا والامريكا اذا كان بده يصير اي مواجهه بين امريكا وايران، فمن باب اولى ان تتم هذه المواجهه في العراق. نعم.
تمام بصفتها ايران يعني من الدول اللي لها نفوذ في العراق ولها يعني رجالاتها ولها ميليشياتها وكذا، لكن هذا لا يحدث. بالعكس الذي يحدث ان نجد ان التنسيق يعني في مواجهه داعش، عندما واجهوا داعش في الشمال كان الطيران الامريكي يقطف من الجو والميليشيات الايرانيه تضرب من الارض، فكان نعم. تنسيق كامل يعني. طيب هنالك ما اعتقد انه يكون في مواجهه يعني. طيب هنالك من قال ان الفتره المقبله ستحدث فيها مواجهه بين قوى عظمى لكن لم يسمي هذه القوى، هل ترجحون ايضا هذا الامر ام لا؟ لا ارجح هذا الامر، اعتقد التدخل الروسي ايضا، التدخل الروسي في سوريا تم بموافقه وبمباركه امريكيه غربيه، وروسيا ما كانت تتدخل في سوريا لولا الضوء الاخضر الامريكي وطبعا الاسرائيلي ضمنيا، فما اعتقد ان الامور تمام بيناتهم، وهم يعني الضحيه الوحيده في كل هذه الامور، كل هذه المعارك الدوليه اللي قاعده تصير في منطقتنا هو احنا العرب، يعني دولنا وشعوبنا هي اللي هي الضحيه، اما بالنسبه للكبار فهم الامور تمام بيناتهم متفقين وعالي العالي. من دبي الكاتب والمحلل السياسي سيد فهد صقر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.